أهلا بكم في برنامج ويبقى في القلوب، ستبقى في القلوب يا أمير الإنسانية ما حيينا، وأكيد هذا هو إحساس ومشاعر كل كويتي وكويتية وكل من عاش على هذه الأرض الطيبة. مشاهدينا، معي في هذه الحلقة والاستديو الأستاذ والإعلامي المخضرم وأستاذنا وهو قامة إعلامية حقيقة الأستاذ محمد المسند، حياك الله ويانا في هذه الحلقة ومنور الاستديو. حياك الله أخوي محمد، تحية لك ولكل الأخوة مشاهدي تلفزيون دولة الكويت عبر القناة الأولى، مشاهدينا كانوا داخل الكويت أو خارج الكويت، نقول عظم الله أجرك وعظم الله أجرنا وعظم الله أجر كل أهل الكويت وكل محبين دولة الكويت ومحبين أميرنا الراحل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بارك الله فيك أخوي محمد. و إن صح التعبير لن أستطيع أقول أنا سعيد حقيقة، ولكن من واجبي حقيقة أني أتواجد في هذه الليلة للحديث حقيقة عن الأب والأمير والقائد المغفور له بإذن الله أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وإذا سمحت لي بس حقيقة أبدأ، لابد وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما تؤتون أو توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع للغرور. وقال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفي الحديث الشريف: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إن الله وإنا إليه راجعون. ونحن نقول كمواطنين كأبناء نقول إن الله وإنا إليه راجعون. رحم الله فقيدنا وفقيد الأمتين العربية والإسلامية أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه. طيب الله ثراها. نشكرك على هذه المقدمة، وهذا هو أكيد إحساس كل ومشاعر كل الكويتيين اللي موجودين، وخصوصا من عاصروا أكيد العهد الأمير الراحل طيب الله ثراه. الحديث عن السيرة العطرة للأمير راحل شوي صعب، ولا نستطيع حقيقة الإيفاء بقدر ومكانة هذه الشخصية العظيمة رحمة الله عليه. لكن بوجود حضرتك اليوم ودي أتكلم في جانب محدد تحديدا، هي الرياضة. شو اللي يطري على بال الإعلامي المخضرم وأستاذنا محمد المسند؟ الرياضة والفقيد صباح الأحمد رحمة الله عليه، شو اللي يتبادر إلى ذهنك؟ ما في شك، أقول لك بكل أسف، من الصعوبة أني أوجز حي كل ما قدمه من خدمة للرياضة بصفة خاصة. الآن حديثنا عن ما قدمه حقيقة للرياضة الكويتية الكثير والكثير، ولكن لأبدأ حقيقة وأنا معايش لهذا الأمر في عام 1959، ونظرا لأحداث حدثت في الكويت قد أغلقت الأندية السابقة أندية الخمسينات، نعم، واستمرت. وكان سموه رحمه الله كان رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، نعم. وذهب إليه وفد من حقيقة رجالات الكويت ومن القادة الرياضيين لحقيقة الطلب من سموه إعادة فتح الأندية الرياضية من جديد. ومن خلال معرفتي بشخصه ومن خلال معرفتي بالأشخاص القريبين من سموه رحمة الله، هو محب للرياضة وعاشق للرياضة، فقابله سموه رحمة الله عليه وطلبوا إعادة فتح الأندية. نعم. قال أنا ما عندي مانع تعود الأندية مرة أخرى، وهو رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية قبل أن تصبح وزارات. وزارة الشؤون، نعم. فقال أنا ما عندي مانع، بس أرجو من الوفد الإخوان وهم رجالات على سبيل الذكر وليس الحصر، لما أذكر المغفور له بإذن الله خضير مشعان الخالد رئيس نادي الكويت رحمه الله سابقا، العم خالد الحمد مدير عام الهيئة العام للشباب والرياض سابقا ورئيس نادي القادسية، العم عبد العزيز الصرعاوي رحمة الله عليه وكان آخر شيء كان وكيل للشؤون ووزير للشؤون وهكذا ومهتم، قابله فقال أنا ما عندي مانع لنبدأ بفتح ثلاثة أندية، نعم، ولكن بمسميات أخرى.
كانت عندنا أسماء حقيقة على سبيل الذكر، أنا الجزيرة كان عندنا، العروبة كان عندنا، الأهلي كان عندنا، النهضة الشرقي وهكذا. فقال أرجو إذا سمحتوا، أنا ما عندي مانع، تفتح 3 أندية. نعم. وقد كان مسميات النادي العربي ونادي القادسية ونادي الكويت الرياضي، وقد بدأت مسيرة الحركة الرياضية منذ ذلك التاريخ من عام 1961. عادت مرة أخرى الحركة الرياضية لتنطلق انطلاقة قوية وبدعم اللامحدود من الدولة، ممثلة بسموه رحمة الله عليه عندما كان رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذه واحدة. عندما أستعرض أيضا الحركة الرياضية وما مرت فيه حقيقة من أمور كثيرة، عراقيل عديدة، إن كانت سواء إدارية، إن كانت أمور مالية، إن كانت أمور قضايا كثيرة. إن يعني أستاذ محمد المسند، لو رجعنا للبدايات، سموه الأمير راحل طيب الله ثراء هو من فتح أو سمح لإعادة النوادي الرياضية. غير ذلك يا سيد الكريم أخوي محمد، مرينا بمراحل عديدة. نعم. عام 2006 كانت تعاني الحركة الرياضية من الدعوم المالية، كانت هناك عجوزات في الأندية الرياضية وعجوزات أيضا مالية في الاتحادات الرياضية. وعندما ذهب إليه وفد حقيقي يشتكي من هذا الأمور، أمر سموه رحمة الله عليه بمضاعفة الميزانية المخصصة للأندية الرياضية. لا يشتكي رياضي ولا يشتكي قائد من الحركة الرياضية إلا وتلبى هذه الدعوة. أقول لك يعني خلنا نكون واقعي أكثر حقيقة. نهائي كأس سمو أمير البلاد حفظه الله قبل أن يتقلد مسند الإمارة ويحضر نيابة عن سمو أمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبح، وأنا قريب حقيقة، أنا كنت رياضي ولاعب لكن ما وصلت للمرحلة هذه، ترى كل فريق من الأندية المتنافسة على مو على الدوري العام على كأس سمو الأمير يتمنى هذا الفريق أنه يوصل إلى نهائي الكأس. والسبب شنو؟ إنه سيصافح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غفر الله له وسعه. أنت لو تدري ما هي الكلمات اللي نسمعها إحنا كإعلاميين عندما أيضا من ضمن الفرق الفائزة الفريقين يكون هناك حقيقة أيضا إعلاميين من عاصروا الحركة الرياضية. نعم. سواء ينتمون إلى هذا النادي أو ذاك. نعم. زين؟ نسلم ونصافحه، نسمع تلك الكلمات، نرى الابتسامة على وجهه بما يحمله من هموم، بما يحمله من الهموم، لكن عندما نرى هذه الابتسامة ونسمع هذه الكلمة الطيبة، عندما نقول لحقيقة أن طال عمرك سعداء أن احنا نشوفك، قال أنا اللي سعيد أني أنا أشوفك. بتصور عندما أميرك وقائدك يقول أنا سعيد أني أشوفك وأشوفك أنت يا محمد ويا محمد ويا عبد الله ويا حسين ويا عباس، هذه الكلمات شنو وقع عليك أنت يا كمواطن بغض النظر أنت كنت لاعب إداري مدرب أي كان إعلامي، شنو وقع عليك؟ تشعر بأهمية هذا الإنسان، شو اللي ممكن أنا أقدمه لهذا الإنسان من خلال وظيفتي، من خلال ما أعمل، شو اللي أنا ممكن أقدمه من خلال هذه الكلمة اللي أنا سمعتها منه. نعم، إحنا سوف نتوقف عند هذه الكلمات للأمير راحل، خصوصا مع الرياضيين وخصوصا معك أنت أستاذ محمد المسند، لكن بنتقل إلى هذا الاتصال مع عودة مرة أخرى مشاهدينا ونستكمل حوارنا مع الإعلامي محمد المسند. ذكرنا قبل قليل الدعم اللامحدود وتواجد الأمير الراحل طيب الله ثراه في المحافل الرياضية، وأيضا أن هناك من يحلم من النوادي المحلية بالمشاركة في كأس الأمير بنهاية الفوز بالسلام على سموه طيب الله ثراه. المواقف، أنا بمنك أستاذي إذا سمحت لي، التفاصيل الصغيرة اللي غايبة عن الناس، الكلمات المحفزة من الأمير الراحل للإعلاميين الرياضيين، أنت كنت واقف أو كنت حاضر فيها؟ شوف أخوي محمد والأخوة المشاهدين، ربما لا يعلمون أحيانا عندما تسند مثلا إلى مثلا جمعية الصحفيين الكويتية، وكان الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية مقرة في الكويت، وتسند مثلا بطلب من الكويت أن يقام المؤتمر والجمعية العمومية في الكويت. نعم. ويفاجئون أن مثلا تجي من خلال الجهاز التنفيذي يقول والله أنه ما في ميزانية، وش الحل؟ ما أمامهم إلا الأمير الله يغفر له ويرحمه برحمته، ويذهب الأخوة
الى واذكر انا رحمه الله عليه الاخ فيصل القناعي نعم. كان رئيس جمعيه الصحفيين الكويتيين ورئيس الاتحاد الاسيوي للصحافه الرياضيه ذهب الى مقابله سمو الامير وبالتالي ينتهي كل شيء شو اللي تبغون كذا هناك مثل احيانا انديه او منتخبات تبي تشارك وما هي مرصوده له ميزانيه مين مرصوده له ميزانيه شو الحل هل تغيب مثلا الرياضه الكويتيه عن هذا المحفل مثلا او هذه البطوله سواء كان نادي او اتحاد باي لعبه من الالعاب نعم من هو يحل هذه المشكله الله يغفر له سمو الامير يعني هل في الدول الاخرى من السهوله انك انت تذهب الى حاكم هذه الدوله عشان تطلب المشاركه بسبب الميزانيه هني الانسان يتذكر هذه الامور ويجب ان نستذكرها وهذا ارث بالنسبه لنا نعم. كل امرائنا الراحلين الله يغفر لهم هذا ارث ويجب حقيقه ان نحتفظ فيه ونفاخر فيه في, في, في نفس الوقت عندما انت تطلب لقاء سمو الامير نعم. تتصل بالديوان الاميري انا مثلا الاتحاد الفلاني او اللجنه الاولمبيه او اي النادي الفلاني ويتم قبول النداء يتم قبول وحل المشكله ايضا وحل المشكله نعم. هذه الا يجوز لنا اي حق لنا ان نفخر فيها نعم. عايشت انا الكثير انا بضرب لك شيء والله العظيم لانه قريب هو قريب منا كلنا نعم. صغار وكبار رياضيين وغير رياضيين عندما توفي المغفور له باذن الله حارس مرمى المنتخب والنادي العربي سمير سعيد رحمه الله عليه واحنا حقيقه كرياضيين واعلاميين واحنا ننتمي للنادي العربي كنا نتواجد حقيقه في مكان العزاء نعم. احد المرافقين يعرف تليفوني اتصل فيني تليفون ابو مشعل سمو الامير ترى قادم بلغت الاخوان اللي تقبلوا العزاء احنا كنا برا ترى سمو الامير قادم اتفاجئ محمد ويعلم الجميع وهذه ديدن كل أمرائنا نعم. وكل رجالات الدولة عندنا في الكويت أفاجأ أن السيارة لا موكب ولا فلشرات ولا شيء سمو الأمير وسائق اللي معه فقط بدونه يجي ينزل عشان يقدم العزاء بهذا اللام ألا يحق لنا كمواطنين بغض النظر عن مسمياتنا رياضيين أو غير رياضيين أن نفخر بهذا الإنسان ونتذكر كل ما قدم لنا كمواطنين وننقل كل هذه الأمور لأولادنا وأحفادنا ونقول لهم من هو صباح الأحمد ماذا قدم للكويت صباح الأحمد ماذا قدم لي أنا كمواطن ماذا قدم لكم أنتم كأولاد وأحفادي شو اللي قدم لكم هذه يجب حقيقة أن تسجل بماء من الذهب نعم مواقف عديدة يا محمد نعم استاذي اليوم احنا كدوله نعم احنا مركز العمل الانساني في كل العالم والامير طيب الله ترى امير الانسانيه قائد العمل الانساني وكان هذه مسؤوليه تعلق على في رقاب كل كويتي ان يكون يحافظ على هذه الصوره اليوم الصوره الذهنيه عن الكويت وعن قائدها الراحل طيب الله ثراه الإنسانية فاليوم أنت المفروض كل مواطن كويتي يتحمل هذه المسؤولية ويكون إنساني بالفطرة لازم لأن بالنهاية إذا رأس الهرم طيب الله ثراه إنساني والدولة كلها إنسانية فبالنهاية من كأنها مسؤولية علينا نحافظ على هذه الصورة ما في شك أنا قلت لك هذا إرث يجب أن نحمله وفي نفس الوقت ننقله إلى أولادنا وأحفادنا نعم. هذا الإرث من ما تفضلت فيه الأعمال الإنسانية هذه اللجان الخيرية وبدعم اللامحدود من سمو رحمه الله عليه لهذه اللجان المنتشرة في كل أنحاء العالم نعم. رحنا إلى شرق دول آسيا الوسطى إذا رحنا إلى أفريقيا إذا رحنا إلى آسيا كل هذه اللجان الخيرية وما تقدمه حقيقة وبدون مفاخرة أن عمل هذا عمل إنساني من الكويت من خلال شخص سمو أميرنا العالم كلها الآن ترحمت على فقدان الأمير نعم. تصور محمد خلني أقول لك شغلة والأخوة المشاهدين والله ثم الله ثم الله وأقسم على هذا الكلام صدق. أنا لي من فضل الله سبحانه وتعالى من العلاقات الكثيرة والكثيرة من خلال زملاء الإعلاميين في شتى وطننا العربي بلا شك. عندنا موقعين نجوم الرياضة ونادي الإعلاميين موقع كل الإعلاميين الرياضيين تقريبا في عالمنا العربي ينتسبون أفاجئ الكل يقدم التعزية من الجزائر إلى الخليج
الكل يتصل والله يبعث لي رسائل تعزية وكأنه كأنه مواطن في الكويت مثلا. يا أخي الكريم أخوي محمد ومشاهدينا الكرام، وأقسم وهو يعاني المرض في أمريكا، أبناء عموم لي بالسعودية وإخوان وأصدقاء في الخليج في البحرين في الإمارات في قطر في عمان يتصلون تلفون محمد طمنونا أخبار طمني عن سمو الأمير، وأقسم بالله هذا شنو سببه. أحد الإخوان مشجعين عماني معاق معاق اسمه فرحان، بعد أول شيء اتصل فيني يسأل عن سمو، وبعد وفاته اتصل فيني يبكي عبر التليفون. هذه الأمور هل جاءت من هذا الحب وهذا التقدير للكويت ممثلة بسموه رحمة الله عليه إلا بأعمال الإنسانية؟ عندما منحتنا الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني ممثلة فيك ممثلة فيني ممثلة في كل إنسان كويتي، نعم نحملها شو أسميه هذا الوسام، هذا الوسام، هذا وسام على صدري وعلى وسام على صدر الله يغفر له ويرحمه وعلى صدرنا كلنا كمواطن كويتيين الصغار والكبار. عندما ايضا ترامب اعطاه وسام القائد، هذه كلها ترى لنا احنا كمواطنين. نعم هذه يا اخواني ويا ابنائي واحفادي ارجوكم كل الرجاء. ربما البعض يقول الله يغفر له، نعم الله يغفر له، ولكن هذه مسؤوليتنا نحن نربي أولادنا وأحفادنا على ما حقيقة قدم لنا صباح الأحمد وما قدم للإنسان وما قدم للكويت، لأن أصبح شيء اسمه باسم الكويت. صحيح هو أمير دولة الكويت رحمة الله عليه، ولكن أمير دولة من؟ أمير دولة الكويت أميرك وأميري وأمير أولادك وأحفادك وهكذا. نعم. يجب أن نحافظ عليه. نعم. تواضعه وابتسامته وهو يحمل هموم العالم، مو همومنا احنا الاقتصاديه والسياسيه والعمرانيه، امور كثيره انت تحملها، لكن هو يحمل هموم العالم، ملفات عملاقه وكبيره، ينظر للانسان ما يعانيه في 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 سوريا وفي السودان وفي افريقيا وكل هذه الهموم، وبعد ذلك عندما تقابله الابتسامه لا تغيب. طيب الله ترى احنا الله نقول طيب. دائما على كثر الملفات العملاقه الذي كان يحملها الامير الراحل طيب الله ترى، فجاه تجده في مشاركه عزاء لاحد المواطنين، تجده في محفل لفرح مشارك كافه ابناء المجتمع الكويتي، وهذا هو ديدن حكام دوله الكويت، وهذه العلاقه ما تعود عليها المجتمع الكويتي والشعب الكويتي مع حكامه. احنا نقول دائما الكويت نعمه وحكامهم نعمه لنا، احنا عسى الله يحافظ على هذه النعمه. اسمح لي استاذ محمد معانا هذا الاتصال هاتفي مع لا تستطيع كافه قنوات العالم الايفاء بمكانه وقدر الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، ولا حتى جميع المؤسسات الاعلاميه والقنوات المرئيه والاذاعيه. طيب الله ثراك يا امير الانسانيه وستبقى دائما في القلوب. عوده مره ثانيه مع ضيفي الاعلامي محمد المسند. يعني احنا نحاول ان نقدم البعض القليل من عطاء اللامحدود الامير الراحل في مجال الرياضة في فترة جدا يعني جميلة، وكانت الكويت هي رائدة في المحافل الرياضية ويمكن من أهمها دورة كأس الخليج، ودنا تكلمنا وأيضا دور الأمير الراحل في هذه الدورة. يمكن أنا كرياضي وكإعلامي رياضي الآن أستذكر عملية رفع الإيقاف عن الحركة الرياضية الكويتية. نعم. وهذا كان حقيقة لبى حقيقة مشاعر كل المواطنين، لبى مشاعر كل الرياضيين الكويتيين، كانوا محرومين حقيقة عن المشاركات الخارجية، لكن حقيقة عندما استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتعهد شو المطلوب تعديل القوانين، أمر سمورة رحمة الله عليه الأخ معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إذا كان هناك قوانين مخالفة نغيرها. المهم الرياضيين الكويت حل فوري الكويتيين يشاركون، وقد كان فضل الله سبحانه وتعالى. دلع ذلك دورة كأس الخليج أيضا، شوف شوف اللي حصل، كانت المفروض تقام في دولة قطر الشقيقة. نعم.
وبالتالي احنا عارفين هناك ثلاث دول لن تشارك او ثلاث منتخبات. نعم. منتخب السعودي والبحرين والامارات، وبالتالي ستفقد قيمتها دوره كاس الخليج. نعم. دوره كاس الخليج هي اقيمت من اجل لم شباب الخليجي. نعم. كيف تقام بدون هذه الدول؟ فطلب ان تقام في الكويت وباجي 10 ايام او اقل يمكن على إقامة هذه الدورة، ووافقوا الإخوان في دولة قطر الشقيقة، وهذه تحية للإخوان هناك في دولة قطر على رسم سمو الأمير شيخ تميم بن حمد. نعم. جزاهم الله خير. وقد كان ونظموا شباب الكويت هذه الدورة بالعشرة أيام أو بالأسبوعين الأقل، نظمنا دورة كأس الخليج. الأهم من كل ذلك أخوي محمد، في أحداث حصلت في هذه المرة. أول شيء تجمعوا كل أبناء الخليج في الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، ولعبت كل المنتخبات وقابلت بعضها، وهذا ما كنا نطمح له، وكل إنسان خليجي كان يود فعلا أن يشوف هذا الحدث على أرض الكويت في استاد جابر الدولي. نعم. سعد الجميع حقيقة بوجود سمو الأمير غفر الله له في افتتاح هذه الدورة. نعم. كان عندي برنامج أخوي محمد أثناء دورة كأس الخليج اسمه أهل الدار، وكنت أستضيف حقيقة مجموعة من الإخوان الإعلاميين أو نجوم كرة القدم المتواجدين حقيقة في الكويت. نعم. والله ثم الله الكل يشيد بمبادرة سمو الأمير الله يغفر له ويرحمه على إقامة هذه الدورة. حتى كانت هناك المدة يمكن قليلة شوية، قصيرة سيد الكريم، أنت عشان تعمل احتفال ولو بسيط ليس بالساهل، التجهيز له صعب. عملية الشغلة الثانية، عملية الموازنة أو الميزانية، قال الدولة لن تتحمل كل ما هو خاص بدورة كأس الخليج من فرق مشاركة من جماهير حاضرة كلها على حساب ونفقته الخاصة. طيب الله ترى. وحصل حادث والإخوان فازوا، العمانيين فازوا في هذه الدورة. نعم. تفاعل الجمهور العماني وتدافعوا زين، وحقيقة أصبحت هناك بعض الإصابات وجروح للجماهير. نعم. وتعثر سفرهم إلى عمان بلاد. شو اللي حصل؟ الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. قال أول شيء يعالجون وسكنهم مثل ما هو كان على نفقة الخاصة، وتذهب طيارة خاصة فيهم إلى عمان. طيب الله. يعني هذه الأمور، شنو هذا القلب الكبير اللي يحمل هذه هموم الشباب الخليجي وليس الشباب الكويتي. نعم. ويتحمل كل هذه الأمور، رفع الإيقاف ليس بالسهل أخوش. أكيد. تصور دورة عبد الله بشار رضان الرمضانية لكرة القدم وهي تحت رعاية سموه، والإخوان يوجهون دعوة لنجوم العالم من لاعبين أو على سبيل المثال رئيس نادي ريال مدريد ورئيس نادي برشلونة، نجوم العالم كانوا حاضرين، ويقابلهم سمو الأمير تصور بمشاكله وهمومه وقيادته للدولة، ومع ذلك يعطي الفرصة ليشعر أيضا كل مواطن وكل رياضي أنا أهتم بهذا الجانب. إذا سمحت في حادثة شخصية لي أنا. تفضل. عندما كان سمو رحمه الله كان عنده ديوان في قصره السابق مدار سلوى. نعم. يجلس من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كل ثلاثة. أنا أحيانا مو كل أسبوع، أسبوعين حقيقي أمر وما شاء الله المجلس مليان، أسلم على وإذا سلم تسأل شلونك يا فلان شلونك، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. نعم. جاء زواج ولدي مشعل عام 1999، لم يجلس لا الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني، شلون أعطي الدعوة؟ والزواج يوم الأثنين. اتصلت بالأخ الله يطول في عمره، الأخ أحمد فهد الفهد. نعم. مدير مكتب سمو الأمير. قلت له أبو فهد بقابل سمو الأمير عندي دعوة. قال يتفضل. رحت الساعة 11 لقيت ضيف عنده، فاستأذن أحمد الفهد قال لي دكتور لو سمحت الأخ محمد عنده كذا كذا بيدخل قبلك. دخلت عليه فز مكتب حبيت راسه، كان يقول بالمبارك بالمبارك محمد، فإزاه الله خير ويرحمه يا رب العالمين في مثواه. كان يقول لي محمد هاي الثانية، يبي يعني يلطف الجو. نعم. قلت له طال عمرك إذا سبقتنا أنت إحنا معاك، بالمبارك بالمبارك يا محمد تفضل. طق الجرس بيجي الدلع، كان يقول محمد متى الزواج إن شاء الله؟ قلت له والله طال عمرك يشرفنا ترى زواج اليوم. كان يقول لي اليوم الأثنين.
قلت له اي نعم. قال والله انت راهي. قلت له طال عمرك. قال ليش ما قطيت الدعوه؟ قلت له انا حريص حقيقه تواجد اني انا اسلمها بيدي. قال والله راح اجي. شوف الثاني الحدث الثاني. طلعت انا ومشعل بعد صلينا المغرب رحنا للصاله، واذا صلاح زميل لصلاح سويدان مكلف انه يوقف الصاله ياشر على سياره بي ام دبليو واقفه عند باب الصاله. وفاجئ ولا الله يغفر له سابقنا ليبارك لنا، حبيته بداخل السياره كان وتفضل روح روح داخل ويجي ويجلس عندي. من محمد المسند؟ ما محمد المسند ما هو الا مواطن مثلك يا محمد ومثل اي مواطن، عندما في عزائه في افراحه في اتراحه يذهب للفحيحين ويذهب للجهره ويذهب للفروانيه، كل مناطق الكويت في عزاء في افراح واتراح. بس اذا سمحت لي استاذ، انت قدمت له الدعوه بنفس اليوم، بنفس اليوم حضر وسابقك. نعم، وجلس ما يقارب ثلث ساعه الى نص ساعه وهو يحمل يعني شيء كبير. يا محمد هذه كلها نستذكرها والله يا اولادي، يعني لا يزالون يذكرون واذكرهم فيها. هذه شنو هذا الانسان؟ شنو هذا الحب؟ شنو هذه الرعايه الابويه لنا كلنا كمواطنين؟ نعم، كل هذه الامور يجب ان نستذكرها حقيقه ونحمل ونترحم على روح يا رب العالمين. اللهم امين. اعماله غير ما هو مقدمه للعالم اجمع، هو راعي صغيره وكبيره، هو يسال عن المواطنين. نعم، طيب الله ثراه، وليس غريبا حقيقه على الامير الانسان الراحل الشيخ صباح طيب الله ترى. ايضا في مشكله بعد حصلت لاستاذ جابر، يبدو انه تعرقل وتدخل سموه بافتتاحه في تاريخ، يعني امر سموه طيب الله ترى بانجاز هذا المحفل الرياضي او هذه المناره الرياضيه. هذا انت عارف استاذ جابر اول شيء يحمل اسم عزيز علينا، امير القلوب، وهو طيب ملك الله القلوب، الله يغفر له الشيخ جابر الاحمد رحمه الله عليه. الشغله الثانيه، هذا الأستاذ اللي هو معلم من معالم الكويت، أصبح معلم من معالم الكويت ويجب حقيقة أن نحتفل فيه ونفخر فيه. مثل ما تفضلت، تفاجأ وتفاجأوا الرياضيين أن الأستاذ غير مكتمل. شنو فيه؟ قال والله في بعض الأمور محتاج. شنو الأمور؟ كلف الإخوان في الديوان الأميري. نعم، شوفوا شنو الاسم، اي ميزانيه نحن ندفعها. المهم هذا الاستاذ وهذا المعلم يجب ان ينجز ويجب ان نفخر فيه ويجب ان نحتفل فيه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى تم الاحتفال. نعم، في حقيقه حفل كبير، احتفال غير مسبوق حقيقه بالافتتاح. زين، شيء يعني كل هذه الامور ليس مسجله باسم صباح الاحمد الله يغفر له ويرحمه، مسجله باسمك، مسجله باسمي، مسجله باسم كل مواطن الكويتي. لكن من حقيقه من امر من ابدع حقيقه في القياده لهذه الامور الا الله يغفر له الشيخ صباح الاحمد رحمه الله عليه ويغفر له يا رب، وميزان في ميزان حسناته يا رب العالمين. علينا ليل نهار حقيقه ان ندعو له المغفره والرحمه يا رب العالمين، وجنات الخلد يا رب العالمين. قول محمد الله يعطيك العافية، وتشرفنا فيك الإعلامي القدير محمد المسند على تواجدك معنا في برنامج ويبقى في القلوب. الله يجزيك خير، وأنا شاكر لكم حقيقة جدا أخوي محمد، وشاكر للصاف العمل في هذا البرنامج، راجع لك التوفيق أولا وأخيرا، ومن الشباب اللي أعتز فيهم حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتز كل ما تقدمونه. وفي نفس الوقت فرصة لي حقيقة أن أعبر عن مشاعر ومشاعر كل الرياضيين والإعلاميين الرياضيين، أسانة لفقيدنا وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، ولكن هذه قدر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وطيب الله ثراه. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا على هذه المتابعة، وإلى اللقاء.